السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن لغة البرمجة رينج، ودي لغة اوبن سورس ولغة سهلة جدا ومن افضل 100 لغة برمجة على مستوى العالم، والمبرمج عربي ومسلم ومصري، المهندس محمود سمير فايد، وكان هو عمل حاجة قبل كده اسمها بروجرامنج ويز كود تكنولوجي BWCT، اللي هي ان انت تبرمج من غير ما تكتب اي شفرات. اشتغلت عليها وخدت فيها شهادة ممتازة جدا ما شاء الله، ودي برضو من اللغات القوية ومتخصصة في التطبيقات متعددة الأغراض، ممكن تعمل بيها برامج الموبايلات أو تعمل بيها للويب أو للديسكتوب. وهي ما شاء الله يعني من 2016 احنا في 2017، خلال سنتين وصلت انها تبقى من افضل 100 لغة برمجة، في حاجة قوية جدا وفيها افكار كتيرة ودخل فيها لغات كتيرة جدا زي السي والبايثون والروبي، بس فيها شويه مزايا حلوه، وشغاله بالاوبجكت اورينتد وشغاله بحاجات فانكشنال، وتشتغل على ويندوز ولينكس وابل ماكنتوش، والمهم انها مجانيه واوبن سورس وتابع رخصه الام اي تي، فتقدر تعمل بيها برامج مجانيه او تجاريه زي ما انت عايز، ولا مترجم او كومبايلر خاص بيها، وليها انت بتتم تنفيذه من خلال فيرتشوال ماشين، ففيها شوية مزايا كتيرة جدا، سهل جدا ان انت تشتغل بيها وسهل ان انت تستخدمها في تقنية البرمجة بدون كود. طيب ده الموقع RING.net، تمام، هحط الرابط اسفل الفيديو، تقول له داونلود وتبدأ بقى تشوف انت عايز تحمل للويندوز ولا لينكس ولا الابل ماكنتوش، ولا عايز تحمل PDF ولا عايز تحمل HTML، فتقدر تحمل ملف مساحته وسطة جدا، تمام، موجود على سورس فورج. اول ما بيتحمل فك الضغط هتلاقي هنا الملف اللي هو دوت، مجرد تقول له اوبن هيبدأ يفتح لك الواجهة بتاعت البرنامج بالشكل دوت. خلينا نبدأ حاجة جديدة، اقول له مثلا عايز ابدأ فيرست، تمام، دي الواجهة، ده الديزاينر، ده الويب براوزر. خلينا نيجي هنا، انا دلوقتي عايز ابدأ اعمل رسالة مثلا سي، واقول له عايز اظهر رسالة، فمدام نيك تكست هبدأ اكتبها بين العلامتين دول، واقول له في قاعدة كده لو انت خلفتها بيتقبض عليك، لازم اول حاجة تكتبها في اي لغة برمجة هلو ورلد، تمام. طيب اجي هنا واروح مشغلها، هتظهر عندي هنا، تمام، ولو في مطلوب مني ادخل اي حاجه بكتب هنا، يعني لو انا طالب من المستخدم ان هو يدخل لي قيمه بقول له جيف، تمام، متغير مثلا اكس مثلا او واي او حاجه كده، تمام، واشغله، فهو منتظر مني الاكس، فاكتب له الاكس هنا واقول له سنت، اروح مدي له المعلومه ديت، تمام، او ممكن اقول له شغلها لي من خلال الدوس اللي هي كنترول دي، هنا كنترول اف 5 وهنا كنترول دي، بروح مشغلها لك واكتب لك كلمه ومنتظر ان انت تكتب له الحرف اللي انت عايز تكتبه، تمام. ممكن بعد كده تقول له اطبع لي الاكس دوت بكذا طريقه، ممكن تقول له مثلا علامه استفهام وبعد كده تقول له مثلا اطبع لي الاكس، تمام، هيكتب لي هالو ورلد، فاقول له مثلا الاكس بتساوي مثلا واي ويروح طبعها لك، تمام. طيب ممكن تكتبها بطريقه تانية بدل سي، اقول له بوت، تمام، وبعد كده في علامات تنصيص هقول له مثلا برضه هالو ورلد، يبقى لا اما سي لا اما بوت، مفيش اي مشكله خالص. وممكن بدل جيف برضو في حاجة تانية اللي هي جيت اكس مثلا، عايزين نحصل من المستخدم على قيمة اسمها اكس او خليها واي، تمام، اطبع لي الواي، اوكي. طيب تعالى نجرب، هنشتغل كده هلو وورلد، منتظر مني ان انا اديله الاكس، اديته الاكس راح سألني سؤال تاني، اداني رسالة هلو ورلد، ببدأ اديله بقى الواي يبدأ يذبحها لي،
فالموضوع سهل جدا ان انا اديله كلمه يطبعها او اخد منه معلومه. طيب في حاجه ثالثه ممكن اقول له لود حمل لي ده ملف هستخدمه بحيث ان هو يديني بعض الادوات المفيده. تمام stdlib دوت رينج. طيب ما دمت استعملت ديت ممكن اقول له بعد كده برنت تمام وبين قوسين اقول له اطبع لي كلمه مثلا هلو تمام. طيب انا دلوقتي عايز احط دول بين علامات ان دي تعليق بحيث ان هو ما يتفزهمش كل شويه، فبدي له العلامه ديت لحد ما يوصل هنا تمام. بالون رمادي معنى كده ان ده مش هيتنفس، ده بس اللي هيتنفس. قال لي في خطأ هنبدأ نشوفه في السطر رقم 12. طيب هو محتاج علامة تنصيص كده، اقول له اشتغل تاني خلاص طبعه لي تمام. طيب ممكن برضه اقول له هنا اعمل لي سطر جديد اطبع لي هاي شغل. قال لي في مشكلة تمام. طيب خلينا نلغي ديت، منتظر هو علامة زائد. طيب خلينا نحط هنا مسافة عشان تطلع بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له برضو انا عندي النيم بتساوي جيت سترينج اهو. طيب ممكن اقول له بقى بعد كده اطبع لي النيم تمام، او اقول له برنت واقول له اطبع لي اي وعايز بقى اقول له خد المتغير دوت، هعمل له هاشتاج وبعد كده النيم بالشكل دوت. جاب لي خطأ هذا في 13. اديله القيمة اللي انا عايزها هاي 333.